السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة مطبخ بيت العيلة. يا ريت تعملوا اشتراك في القناة لو مش مشتركين علشان يوصل لكم كل جديد، ولايك للفيديو. النهارده هنعمل طريقة لتفصيص البسلة بأسهل طريقة، حتى لو عايزة تفرزي 10 كيلو في وقت واحد. هنشوف. طبعا انا عملت الكمية اللي انا عايزاها، بس سبت شوية صغيرين قلت عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل معانا. الحاجات تانية طبعا البسلة القدر ان انت هتجيبيه او هتفرزيه، ومية على قدها ان هي تبقى مغطياها بس. طبعا هتغسلي البسلة كويس جدا، وطبعا تنقيها لو اي فيها لو اي عشبة او اي حاجة بتنقيها منها. هنا انا غسلها كويس جدا اهو، هنحطها في قلب المية، حلقة فيها مية يدوبك هتغطيها بس، وهنحطها على النار يدوب ان هي تغلي غلوة، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. انا حطيتها على البوتاجاز اهي زي ما احنا شفنا المية مغطياها، بس هنغطيها شوية ان هي تغلي غلوة، وبعد كده بعد ما تغلي هنرجع تاني مع بعض ونشوف هنعمل ايه. هنا كده شفنا ايه، المية غلت خلاص غلوتين، هنطفي ونروح على الحوض. طبعا نكون محضرين مصفى ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا على الحوض. هنا احنا محضرين المصفى مع بعضنا، هنفتح المية طبعا مية ساقعة عشان نعمل صدمات للبسلة. دلوقتي احنا لما بنعمل بنفصص البسلة بنيجي بعد كده نعمل لها ايه، المية على البوتاجاز، مية سخنة وتاخد. طبعا احنا كده كده اصلا لما بنيجي نخلص تفصيص البسلة بنعملها في مية مغلية غلوة واحدة برضو علشان نفرزها في الديب فريزر او في الفريزر. هنا احنا عملنا المية السخنة، بصوا احنا بمجرد ما بنعمل كده اهو البسلة بتنزل من القشرة. وبالطريقة دي طبعا انت تقدري ان انت تعملي تفصصي اكبر قدر ممكن انت عايزاه، ممكن 10 كيلو في وقت واحد. ان انا فرزت الكمية بتاعتي كلها بالطريقة دي في وقت قليل جدا جدا، وطبعا ما اتضايقتش ولا اي حاجة خالص، زي ما احنا بنتضايق من كتر التفصيص وصوابعنا بتوجعنا. بصوا مجرد ما بتعملي كده بس اهي القشرة، بصوا القشرة فضيت خالص اهي، طبعا بتتشطف معاكي. بعد كده انتي بتنقي القشر، بتلاقيه البسله نزلت تحت خالص اهي في المصفى، وبصي القشر اهو ده قشر من غير بسله. بنرمي القشر، طبعا وانتي بتلمي القشر بتشوفي لو في بسله فيها ولا حاجه، بتعمليها بايدك برضو بتبقى نزلت حبات البسله منها اهي. بصي ما فيهاش خالص. ما بتخسريش ولا بسله فيها ولا وقت كمان، بتخلصي الكميه بتاعتك في اقصر وقت. بعد كده بقى بتصفيها كويس جدا، بتسيبيها لما بتصفي عشان ما تبقاش فيها اي ميه خالص. بتحطي بقى الجزر بتاعك لو عايزه، بصي دي بس فيها، بصي مجرد ما عملتها كده اهي بصي، مش هتقعدي بقى انك تفصصي واحدة واحدة ولا اي حاجة. مفيش خالص، خلاص كده خلصنا. طبعا لو كمية اكتر بتجيلي مصفى اكبر طبعا اهو. بصي كده مفيش حاجة خالص اهي، اتفصصت معاكي وخضرة وجميلة. تعصري عليها بقى نص ليمونة ولا حاجة وتحطيها في الاكياس بعد ما تصفي. وبكده نكون خلصنا البسله بتاعتنا من غير اي مجهود خالص، وعملنا 2 في 1. حاجه ان احنا اديناها غلوه زي ما بنعملها قبل ما بنشيلها، والحاجه الثانيه ان احنا فصصناها في وقت قصير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل فيديو جديد.